أهلا بكم في الدرس الثالث أهلا بكم في الجزء الثاني من الدرس السادس من دروس الموسيقى البيزنطية وفي هذا الدرس سنقوم بتحليل إشارات الغرغون عندما تكتب على كندميت أو إليكون عندما يكتب غرغون على كندميت أو إليكون هنا نريد أن نحلل ما المقصود بهذا الموضوع إذا انتبهنا عندنا عندما يكتب غرغون على كندميتا أو أوليغون غرغون موجود عندنا هون الغرغون موجود على كندميتا وأوليغون وفي كمان نقطة تانية موجود على الغرغون موجود على الإيريغون وتحته كندميتا هلأ منشوف شو الفرق بينهم ومنأكد هون إنه يحسب الغرغون دائما على الكندميتا يعني دائما القاعدة يحسب الغرغون على الكندميتا إن كان الغرغون فوق الكندميتا أو فوق الأوليغون كما في الشكل التالي تمام يحسب الغرغون دائما على الكندميتا فتقرأ العلامتان على الشكل التالي يعني نيجي نطلع هون على هذا الشكل الغرغون موجود على الكندميتا وتحته إليكون وقبله في علامة إيسون إذا بدنا نيجي نحلل هذا التمرين لما يوافقه التحليل موجود عندنا هون إيسون إليكون كندميتا مع غرغون إذا يصبح التمرين عندنا الإيسون زمن واحد الإليكون نصف زمن والكندميتا نصف زمن هذا هو التحليل تبع اللي عندنا الموجود عندنا هنا تمام اللي هو الإليكون عليه كندميتا وعلى فوق الكندميتا في عندنا موجود إشارة الغرغون بدي أطول بالي هون شوي صغيرة على أساس أفسرها يعني بشكل مفصل ومريح وأنا دائما طبيعتي بحاول أسهل العملية التعليمية قدر المستطاع عشان هيك بنلاحظ إليكون فوقه كندميتا وعليه إليكون عليه إشارة غرغون وقبله في إيسون بدنا نحلل هذا التمرين بدنا نحلل هذا الإشارة الموجودة عندنا اللي هي الغرغون على الكندميتا هاي تحليله هذا بالشكل هذا إيسون زمن واحد نصف زمن نصف زمن كندميتا نصف زمن نصف زمن هلا إذا إجينا على إشارة الغرغون فوق بعكس الإشارة الثانية إشارة الغرغون فوق علامة الإليكون وتحتها كندميتا إذا بدنا نيجي نحلل هذا نيجي لما يوافقه طبعا إيسون نصف زمن
بعكس الأول. إيصل نصف زمان، كانديميتا نصف زمان، إريغون يصبح زمن كامل. تحسب دائما، تحسب الغرغون على كانديميتا. إذا بتتذكروا في السابق درسنا أن نقرأ العلامة السفلى أولا، هاي قاعدة. هون العلامة السفلى اللي هي الإليغون قبلها إيسون. بدنا نقرأ العلامة السفلى، هايها تحليلها هون، هاي إيسون، هاي العلامة السفلى اللي هي الإليغون، وهاي الكانديميتا. زمن، نصف زمن، نصف زمن. هون نفس الاشي، بدنا نقرأ العلامة السفلى، وفي التحليل هاي واضحة العلامة السفلى عندنا كانديميتا. إذن هاي الإيصون، إيصون كانديميتا اللي هي العلامة السفلى، فوقها إريغو. إذن يصبح عندنا زمن، نصف زمن، نصف زمن، زمن كامل. بتوقع انها وضحت. نعم. هلا اذا اجينا بدنا نشوف نقرا التمرين رقم 42 ونحلله. رقم تمرين رقم 42 عندنا الشاهد با، علامة صعود ثلاث درجات، علامة صعود ثلاث درجات، ذي اللي هي العلامة، علامة صعود ثلاث درجات. بعد البا الشاهد عندنا با، بعد البا صعود ثلاث درجات، تيجي ذي على طول رأسا دون المرور بفو وغا، تيجي ذي على طول. إيسون يتبع ما قبله ذي على طول. دي عندنا إشارة إريغون نصعد درجة واحدة، okay. درجة واحدة okay. فوقها بلازما. زمنين تصبح عندنا ذي بعد الدي okay. بعد الدي شو بيجي منا كي، يعني عندنا ذي ذي كي لا عندنا التمرين 42 دي دي كي عليها إشارة كلازما. إطالة الوقت، إطالة الوقت. هلا بدي أنوه لشغلة واحدة بحب أنوه لها، المفروض أنا نوهت لها من البداية. لكن إنه قياس رباعي؟ لا لا مش قياس رباعي، هذا قياس رباعي مضبوط، احنا نوهنا لها هذه الشغلة. إنه عندنا هون ثلاث إشارات، إشارة إشارتين ثلاث، والزمن بعطي كمان قياس، يعني عندنا قياس قياسين، الإليغون كمان قياس، والكلازما هاي زيادة صارت رباعي، يصبح عندنا يعني زمن. هاي مثلا هاي زمنين، الإشارة هاي زمنين، الإليغون والكلازما، واللي قبلها زمنين هاي صاروا أربعة، واللي قبلها زمنين هاي صاروا أربعة. تمام. هذا هو القياس الرباعي. هلا بدنا ننوه لشغله واحدة عشان تعرف طبقة البا، عشان تحاول تطبق طبقة طبقة البا، بتمسك نص السلم وبتنزل اللي هو من عند ذي ذي اوكي ذي غابو با اها اوكي ذي غابو با، هيك انت بتضبط تمام طبقة الدي. ترى انا تسألت هاي النقطة من قبل، انه كيف بدي احدد البا، يعني ممكن البا عندي تفرق عن البا عن شخص اخر، فتمام شكرا على النقطة هاي. هلا احنا اذا عرفنا نضبط طبقة البا تصفي عنا سهل الموضوع. ذي غابو با ذي دي
كيزو دي دي كيزو ني زوني باني ني زوني كيزو بهذا الشكل. يعني إذا عرفت أنت تضبط البا معناته تمشي بالشكل الصحيح. تأخذ نصف السلم رأسا بالضبط. هلا أنت وصلت لنغمة البا الصحيحة. هلا في تطبيقات بحاول أبعث لكم تطبيق أو اثنين تنزلوه على الانترنت على الستور. عرفته اللي بدوزن لك الصوت مع النغمة. بندول الإيقاع. هذا ممكن يعطيك في البداية. هلا معدل الضربات اللي هن القياس اللي هو نبضات القلب. الكومة السلم الموسيقي فيه حوالي 72 كومة. يعني عشان فصله شوي صغيرة بس قبل ما ندخل في موضوع الكومة. عندك 72 كومة يعني معدل ضربات القلب. هلا انت لما تضرب ايدك على الطاولة وترفعها في القياس الثنائي تضرب ايدك على الطاولة وترفعها. العلامة الأولى تضرب إيدك على الطاولة والعلامة الثانية برفع الإيد عن الطاولة بحسب نبضات القلب تقريبا. يعني هذا هو يعني الإيقاع مبسط. يعني في له تفسير أعمق رح نتطرق له في الدروس القادمة. يعني إجمالا التمرين رقم 42 التحليل تبعه بعد الدي دي 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 كي. هلا زوني الكانديميتا وين جاي؟ المفروض الكانديميتا جاي فوق اللي يكون. اذا نقرا اللي تحت بعدين اللي فوق الكانديميتا. نعم. هلا الزو بتكون اللي هي العلامة الإليجو. السفلى. والني العليا. والني بتكون العلامة الكانديميتا. تمام. وبعده نفس الإشي. يعني عندنا في الغرغون موجود عندنا في التمرين 42 في غرغونات كتير يعني موجودة. عندنا هون غرغون وهون غرغون وفي عندنا كمان غرغون هون. هلا لما نكون بالشكل هذا علامة نزول خلاص العلامة اللي قبلها واضحة بتكون نصف وقت والعلامة عليها الغرغون نصف وقت. هلا هذه المشكلة. بس هاي اللي لو نوهت إلها انه بتكون نقرا العلامة السفلى بعدين العليا وتحسب دائما على كانديميتر. على كانديميتر الغرغون يحسب. تمام. اتوقع وضحت يعني هيك. واضح. تمرين 43 الغرغون الموجود عندنا مثلا اسفل التنوه لشغله واحده هون في تمرين 43 عندنا العلامة هاي البتستي هاي فوقها إيسون. هلا البتستي مجرد كرسي يعني الإيسون اللي يقرأ لحاله. هاي مجرد كرسي بدنا ننتبه لها دائما. مجرد كرسي القاعدة تبعت بتستي اللي هي ليش بحطوها العلامة هاي؟ القاعدة تبعت بتستي إنه العلامة هاي بتكون بقوة وتمويج بالصوت. يعني الإيسون بيكون بقوة. الإيسون نفسه بيكون أوكي تمام وضحت. بقوة وتمويج بالصوت. يعني إذا بدنا نيجي مثلاً الإيسون عندنا بوصل لمرحلة يعني عندنا هون دي
دي كي 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 دي كي 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 يعني بتمشي فيها دي كي 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 آه كي. بس بتموج نعم بس يعني بيكون بتموج بقوة بسيطة وتموج في الصوت تمام موقف هون فيش عندنا مشكلة الإليغون الموجود وتحته كندميتا إذا نقرأ الكندميتا أولا ثم الإليغون كندميتا أولا اللي هي بتكون كندميتا بتكون عندنا اللي هي زو ني هلا علامة الخفض هاي شرحنا عنها هاي العلامة هاي شرحنا عنها انه بنوصلها لما نوصلها بتكون زو مخفوضة زو مخفوضة لما تكون الصليب من فوق بكون زو يعني مرفوعة وانت طالع في السلم أه. بتكون زو تمام هلا بخصوص تمرين 44 44 في عندنا الغرغون الموجود فيه هي الغرغونات الموجودة هي اللي بتخلي شوي صعوبة في الترتيل إذا عرفناها بتصفي لنا الموضوع سهل كتير هلأ عندنا إحنا بدنا نقرأ العلامة السفلى با بو غادي با البا بتصير العلامة الصعود بعدها بعد البا بتصير فو فو بعدها بنقرأ العلامة السفلى العلامة السفلى عندنا غا والعلامة اللي هي الكانديميتا غا والإليغون يصبح دي يعني بصير غادي غادي دي غابو دي غابو با فو غادي دي غابو غابو غادي هاي الغرغونات تمام هلا اجمالا في ملاحظه هون بتمرين 45 مثلا في الغرغون الموجود هون شويه وكيف ينقرا في تمرين 45 الغرغون الموجود عندنا الموجود عندنا هون في عندنا غرغون هلا في عندنا في عندنا علامة إليغون تحت العلامة الإليغون مجرد كرسي ايوه يقرأ الإيسون والكنديميتا صحيح هلا هون الملاحظة اللي بنحكي عنها عندما تكون إليغون بمثابة كرسي اللي هي نفسها فإن وجود كانديميتا فوقها لا يخضعها لقاعدة الإليغون مع كانديميتا هاي تحليلها موجود عندنا هون تحليلها بتكون اللي هو الإيسون وكانديميتا عليها إشارة الغرغون فقط الأوليغون مجرد كرسي تصور واضحة بس فين النقطة الحمراء هاي إلها إشي إلها أي تحت الأوليغون في زي نقطة حمراء يعني إلها دخل بالزمن أو إشي أني واحدة نفسه بتاريخ 45 عند الكرسي نفسه أوليغون في زيك نقطة حمراء هل هذه إلها تلعب دور؟ لا هاي بس على أساس إنه يشير لها إنه يشير أوكي وبرضو وآخر الغرغون في زيك إشارة جنبه زي رقم واحد
إذا آخر وقت مستمر. هذا الغرغون صعب شوي صغير لأنه غرغرين بيجوا وراء بعض. فهمت، هذا معناته بيصيروا ياخذوا من بعض. بيصيروا ياخذوا من بعض، غرغرون بيجوا وراء بعض. هاي بتبطل نص هيك، بتبطل نصف الزمن، بيصير ربع. لا بيصير غرغونات، والإليجون الأخير بيصير زمن كامل. بس من أنتبه لشغلة واحدة، هذا راح أشرحه بشغلة مفصلة يعني بعد هيك، بديش يعني لأنه إذا هلأ بلشت أفصل فيه راح بديش أعقدهم شوي. يعني هاي هدول بصير يأخذوا من بعض، يعني نقرأ العلامة السفلى اللي هي الغرغون اللي هي الكندميتا، بعدين العلامة العليا، وبعدين بصير الثاني يأخذوا من بعض ويصبح الأخير زمن كامل. راح نشرحه بالتفصيل في، راح اشرح لهم اياه في فيديو قصير على اساس يفهموه بشكل واضح. تمام. هلا فهمناها القاعده هاي. هلا قاعده الإليجون دائما فهمناها من الاول من دروس سابقه انها بتكون مثابه كرسي، هاي شكلها. تمام. هلا في تمرين 46 بارالالي مع ميلوس. الميلوس اللي هو الكلام اللي بيكون تحته. الميلوس: أيها المسيح نسبح آلامك الخلاصية. هلا هذه التمارين راح أنزلهم إياها كلها على أساس يسمعوها ويفهموها بالشكل الصحيح. راح أنزلهم إياها صوت، مش مشكلة، أساس يفهموها بالشكل الصحيح. الغرغونات الموجودة نفس الغرغونات إذا تجي بنلاحظ فيها. التمارين كلها عاملينها بشكل غرغونات عشان نفهمها بالشكل الصحيح ونسمعها. عيار سمعناها بالأذن بتصفي الأمور سهلة، خلاص صار يعرف. بدل ما يلفظ دي دي با، صار يلفظ دي با دي غا، وهكذا يعني نصف زمن نصف زمن. هلا بتوقع انه الكل اللي عم بيتابعونا صاروا يفهموا شو نصف الزمن للغرغون وشو الزمن الكامل. الاشارات كلها يعني الاشارات لازم من الضروري انه نتطلع على التمرين نفهم اشارته. صعود درجتين مثلا، تمرين 46 مثلا صعود درجتين من البا للغا على طول. يعني اذا بدنا نيجي نحاول نقراه بنقول غا فو با ني زو ني با ني با فو با، زمن كامل، علامة السير على الطريق الشاهد، ني با فو غا فو غا فو با 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 ني ني با با فو 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 با با. احنا اذا وصلنا لهذه المرحلة انك تقرأ التمرين في اي قطعة موجودة، اذا وصلت لهذه المرحلة معناته انت وصلت لمرحلة متقدمة. انا بعتبرها هيك، اذا انت صفيت تكون قادر معناته انت وصلت لمرحلة متقدمة. هلا بدك تحاول مرة مرتين وثلاث. هلا الشاهد اللي في الوسط بدلك انك انت ماشي بالطريق الصحيح لانه هو علامة السير على الطريق. اذا وصلت للشاهد وما وصلتش للعلامة اللي قبلها با، معناته انت اخطأت في التمرين، ترجع تعيده من اول وجديد. هيك انا بلشت.
يعني كنت أوصل مرحلة للشاهد أشوف حالي إنه أنا وصلت لعلامة مش مثلا لفو مش لبا، معناته أنا أخطأت، برجع أعيده من أول جديد على أساس أعدل القراءة. فهو الشاهد هو علامة التير على الطريق للمبدل، دائما بنأكد على هذا الموضوع. تمرين 47 عندنا فيه غرغون واحد تقريبا. اذا بنحاول نقرا التمرين 47 في عندنا علامه اللي هي بنرفضها اس مبدئيا، وبعدها بنصير نرفضها في عقلنا لانها زمن، هاي بتعطي زمن. الاس هاي بتعطي زمن، بنلاحظ الشحطه الموجوده عندنا هون، الشحطه الموجوده عندنا هون اللي بعد الباء هاي الشحطه اللي اشرت عليها انا. هاي للقياس مفروض الشحط، هذا القياس، قياس هذا ثنائي اللي هو الايسون واللي قبله، اللي قبله هاي العلامة بتعطيك زمن كامل اللي هي بنرفضها اس. نعم بتعطيك زمن، يعني بتقول اس با يعني بتلفظ الاس، لما يكون انت متمكن تلفظ الاس بعقلك، بس لكن لازم تعطيها زمن كامل، يعني هي بتكون بضرب الايد عن الطاولة الاس هاي، والبا الايسون برفع اليد عن الطاولة. وضحت؟ واضح. نعم. هلا عندنا اجمالا غرغون واحد في هذا التمرين اللي هو بصفي عندنا با فو غا دي الاليجون دي الكانديميتا غا. تمام. هذا اجمالا يعني النقاط اللي لازم اوضحها تقريبا في هذا الدرس، في هذا الجزء من الزوم، يعني تقريبا وضحتها. بنلاحظ انه القطع اللي بيميز هذا المنهاج انه في مقاطع صوتيه وغير هيك في كلام ميلوس تحته، يعني هذه الكلام الموجود مأخوذ من قطع في صلاة في الإينوس وفي صلاة الغروب وفي صلاة السحر، يعني هاي القطع موجودة، وإذا أنت تمرنت عليها يعني المقطع مثلا 46 أيها المسيح يسبح ألامك الخلاصية، إذا أنت هذا المقطع تدربت عليه هذا المقطع بيجي عندك في عدة قطع موجودة في الكنيسة، فبتصير سهل عليك انك على طول تدخل المدخل وتمشي فيه. هلا في تمرين كمان، في عندنا تمرين مع ميلوس اللي هي 47، مبارك انت يا رب علمني حقوقك، في كتير جمل بتكون هاي بتكون تبع في الفصح، بتكون في الجنانيز، بتكون في كل مبارك أنت يا رب علمني حقوقك، بتكون موجودة كتير هاي، حتى بالقداس الإلهي العادي صح؟ في القداس الإلهي في صلاة السحر بتكون موجودة. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك، وبتكون موجودة في المجدل الكبرى موجودة فيها مظهر النور، يعني هاي القطعة موجودة دائما وباستمرار، يعني عشان هيك الواحد إذا حفظها خلاص بضل دارج في الموضوع. في تمرين 48 الغرغرات نفس الغرغرات، فيش خلاف عليهم، يعني تقرأ العلامة السفلى والعليا. في عندنا بخصوص قواعد الكتابة، خلينا ننتبه عليها، نقطة مهمة جدا، يمكن أن تتلى بتستي
يمكن أن تلي بتستي علامتان نزول على أن يكون وقت كل منهما نصف وقت. هاي علامة النزول. أوكي. هاي علامة نزول، هاي بتستي، هاي علامة نزول وعلامة نزول. هلأ بتستي وقت كامل على علامة صعود بتستي درجة واحدة. مع تموج. نعم. مع تموج. ولما بتكون بالعكس بتكون علامة نزول درجتين. درجتين. مو لفوق بتكون علامة صعود درجة واحدة. صحيح. هلأ نصف زمان نصف زمان. العلامات النزول. نعم. هلأ في دائما في كتير أنا انتبهت عليها ولاحظت عليها بتكون خطأ في قواعد الكتابة. علامة اللي هي علامة بتستي لا تكتب غرغون على بتستي أبدا في قواعد الكتابة. بتستي لا تكتب عليها غرغون نهائي. هلا بكون في يعني في اجتهاد من بعض المرتلين اللي حاطين الموسيقى البيزنطيه بيكون حاطط لها علامه غرغون عليها. يعني انا انتبهت على عده قطع فيها، لكن الكل لما بيشوفها على طول بقول هذه خطا في قواعد الموسيقى البيزنطيه. بتستي لا يوجد عليها يعني لا يكتب غرغون على بتستي ابدا. هاي الملاحظة يعني الكل لازم يكون عارفها وفهمها. تمام. بس عندي سؤال، بس في سؤال بسيط بالقاعدة نفسها. هلا مكتوب إنه ما بصيرش إنه يمكن أن تلي بتستي علامات نزول على أن يكون وقت كل منهما نصف وقت. طب يعني عادي هو ممنوع يعني ينحط علامتين نزول حتى لو ما في غرغون أصلا؟ يعني علامات النزول اجمالا ممكن مثلا تيجي، لان حاطين القاعده هاي عشان انه ما تكونش البتستي عليها علامه نزول. البتستي نفسها. اوكي تمام خلص وقفت على البتستي نفسها، ما يكونش في علامه نزول على في علامه غرغور. تمام. هلا ممكن اذا بدك تكتب في قواعد الكتابه، هذا اللي بده يكتب في الموسيقى البيزنطيه مثلا اللي بتكتب على اساس انه ممكن انك تحط علامتين نزول ورا البتستي ولا تحط عليها علامه غرغون. اها فهمت علي كيف. تمام. هلا هاي اجمالا اللي المفروض نوضحه وضحناه في علامات انقاص الوقت وفي الغرغون اللي بيجي على كندميتا وعلى إيريغون. باقي ما تبقى بنزل لهم إياه بمقاطع صوتية، اللي هو الدرس الجزء الثاني من الدرس السادس. أوكي. أنا محضره كله هلا بعد ما انت تنزل شو اسمه على الواتساب انا بنزل انا حنزله على اليوتيوب كمان هذا اللقاء اذا ما عندك مشكله. الدرس السادس كله على اساس هذا قبل ما انزل منظم جزء وتاخرت حتى لبكره انزله انا. مش مشكله بكون افضل على اساس يكونوا هن حاضرين الجزء هذا. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه استاذ. تفضل. اي شيء. لا هيك بنكون تقريبا غطينا الدرس السادس كامل. يعطيك العافية. أنا حوقف مع يعني الجزء الثاني من الدرس السادس. يعطيك العافية. يعطيكم ألف عافية وربنا يحميكم يا رب.